بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين والأولياء والصالحين، نحمده كما حمد نفسه بمحامده التي تليق به سبحانه وتعالى. سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه سبحانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أمدنا بمدد رسولك الكريم، وأنر قلوبنا وأنر أبصارنا. اللهم اجعل لنا فرقانا يا رب العالمين، نفرق به بين الحق والباطل، ونفرق به بين الطاعة والشهوة، وبين المعصية والعبادة يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وفقنا في سيرنا إليك وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. ارحم المسلمين يا أرحم الراحمين، ارحم المسلمين، وارحم أمة سيد المرسلين، وانصرنا على أعدائنا وعلى أنفسنا وشهواتنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. ونحن اليوم في باب الحزن، والحزن له معنى ممدوح ومعنى مذموم. إن كان من أجل فوات أمور الدنيا والشهوة فهو مذموم، وإن كان من أجل فوات الطاعة والاجتهاد والوصول إلى مراد الله عز وجل وما طلبه منك فهذا محمود. فإن حزن الإنسان على ما فرط في الأيام الماضية من الطاعة أو ما فرط منه من المعاصي فهذا الحزن محمود، لأنه يدفعه إلى ترك ما هو عليه من البطالة والغفلة إلى التفكر والذكر والعبادة، فهذا حزن محمود. أما الحزن على ما فات من متاع الدنيا فهو ما زال في الحجاب، محجوب بالدنيا وما فيها، يحزن على فقدها ويفرح بقدومها، فهو ما زال يتعامل مع الدنيا ولا يتعامل مع رب الدنيا والآخرة، ما زال يتعامل مع الأكوان ولا يتعامل مع المكون، ما زال محجوبا بما ليس معه سبحانه وتعالى. ومن قهره إياك أن حجبك بما هو ليس موجود معه ولكن موجود به. فالأكوان موجودة بالله وليست مع الله، فهي بمدد الله. فهناك من حجب بالأكوان فنظر إليها وتعامل معها على أنها هي كل شيء، وأصبح يظن أنها فاعلة وأنها مؤثرة، فيكافح هذا ويناطح هذا ويغضب من هذا ويفرح لهذا ويشتاق لذاك، لأنه صار يتعامل مع الأكوان كأنها فاعلة، كأنها مؤثرة، فارتبط بها وتفاعل معها فيحزن لفقدها ويفرح بإقبالها. أما الذي نظر إلى الأكوان على أنها بالمكون وأنها ليست لها وجود بذاتها بل وجودها بالله، ولولا الله لصارت عدما كما كانت، فهو لا يتعامل مع عدم بل يتعامل مع الموجود بحق سبحانه وتعالى. ولذا كل ما يحول بينه وبين هذا الموجود بحق يحزن من أجل أنه ازداد حجابه، فيستعد أن يواصل في المستقبل لما هو يقربه إلى مراده وهو الله سبحانه وتعالى. فالحزن الممدوح هو انقباض القلب على ما فرط منه في الماضي من مخالفات ومتابعة للشهوات.
أو على ما فرط منه من التقصير في الطاعات على الأقل، إن لم يعص فقد قصر في الطاعة. قال الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فقد يكون حتى الحزن هذا على ما فات حتى من التفريط، يذهبه الله من أهل الجنة لكمال قناعتهم بما أقامهم الله فيه، فكل في مقامه في الجنة راضي بما أقامه الله فيه، فهذا الرضا في حد ذاته مذهب للحزن، لأن الاستقامة هي الرضا بالإقامة، الاستقامة أن ترضى بما أقامك فيه، فإذا أقامك الله في أمر ورضيت به فهذا هو عين الاستقامة، أي الاستقامة مع مراد الله، استقام مع مراد الله ولم يعوج عن مراد الله سبحانه وتعالى. فأهل الجنة استقام أمرهم ورضوا بما أعطاهم الله وقنعوا، فذهب عنهم كل حزن، حتى الحزن الممدوح ذهب عنهم، والحزن المذموم يكون من باب أولى لانكشاف أن الدنيا ما كانت إلا متاع قليل. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. والحمد لله هنا تنزيه وكمال لله عز وجل، وكأنها زالت عنهم الحجب، حيث أنه صار تعاملهم مع الله، فالكون له وجهان، وجه إلى خالقه يستمد منه المدد، ووجه إلى الكون ليراه أهل الأكوان ويرى نفسه فيه. فالوجه الذي إلى الله لا يهلك أبدا، أما الوجه الآخر فهو الهالك، كل شيء هالك إلا وجهه، أي وجه الشيء إلى الأكوان. فالضمير هنا قد يعود على الشيء لا على الله، كل شيء هالك إلا وجهه، فكل وجهة للأكوان تجاه الأكوان هالكة، وكل وجهة تجاه الله هي الباقية، لأن الله هو الباقي الذي لا يزول. فلما كشفت الحجب عن أهل الجنة ورأوا أنهم ما كانوا يتعاملون إلا بالله ومع الله وفي الله في كل شيء، فلما كشف هذا وهلك الوجه الآخر الذي كان موجها للأكوان ولم يبقى إلا الوجه الذي هو موجه للحق، فحمدوا الله وأثنوا على الله وعلموا أن كل ما في الأكوان كان حق، وكل ما يرونه كان حق، وكل ما يرونه كان مراد الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فذهب عنهم كل حزن لرضاهم بما أعطاه الله وبما أقام الله في الأكوان، فليس في الأكوان أبدع مما كان، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن حبيش قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت عطاء بن يسار قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من شيء يصيب العبد المؤمن من وصب أو نصب أو حزن. وصب يعني مرض، كم أبرأت واصبا باللمس راحته، مش كده في البردة، كم أبرأت واصبا باللمس راحته، يعني يد النبي كم أبرأت مريضا بمجرد أن يلمسه صلى الله عليه وسلم ببركة يده الشريفة، من وصب أو نصب، والنصب هو الجهد الشديد والعناء والتعب، سواء كان التعب نفسي أو تعب جسماني، أو حزن أو ألم يهمه، إلا كفر الله تعالى عنه من سيئاته طالما مؤمن. شوف القيد هنا، قال العبد المؤمن، أي المؤمن بأن هذا من الله، فإن آمن أن هذا من الله فكل عناء يصيبه يكفر الله عنه به سيئاته ويرفع به درجاته. أما الذي لا يؤمن بذلك اعتقادا وتعاملا وانفعالا
بل نسب الأشياء إلى الأكوان، فقال فلان أذاني وفلان ضرني وفلان فعل في كذا وفلان شتمني وهذا أهانني وهذا أخذ حقي وهذا ألم بعرضي وهذا وهذا وهذا، فنسب إلى الأشياء كلها الفعل. فإذا أصابه من هذه الأشياء هم وغم فقد نسبها إلى الأشياء، والأشياء لا تعطي شيء لأنها ليست لها وجود بذاتها، فيضيع عليه كل شيء. أما إن علم أن الكل من الله وأن كل شيء يصيبه من فرح وهم وغم وكمل فهو من الله، وأن هذه الأكوان ما هي إلا أيادي ممدودة إليه تأخذه إلى الله سبحانه وتعالى، فإن علم ذلك كان كل شيء يصيبه له خير. ولذا القيد هام في الحديث العبد المؤمن، لأن في كل من على الأرض عبيد لله سبحانه وتعالى، والكل يحصل له آلام، الكفار يحدث لهم آلام ويصيبهم آلام كثيرة، والمؤمن كذلك يحدث له آلام، ولكن فرق كبير. الكافر ينظر إلى ما يحدث إليه أنه من الأكوان، والمؤمن ينظر إلى ما يحدث إليه أنه من الله، فإذا كان من الله رضي به وكان على قلبه بردا وسلاما، فيرضى ويصبر صبرا جميل، فيجعل الله سبحانه وتعالى له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. ولذا القيد هام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما من شيء يصيب العبد المؤمن، القيد هنا بالصفة، من وصب أو نصب أو حزن، يعني حال إصابته بالمرض هو مؤمن بأنه من الله، حال إصابته بالجهد مؤمن أنه من الله، حال إصابته بالحزن هو مؤمن أنه من الله، حال إصابته بالهم مؤمن أنه من الله، علق قلبه ببعض الأشياء فسلبها عنه حتى يهتم فيفزع إلى الله سائلا إياه تعبدا وتذللا، مع كمال رضاه بقلبه فهو يسأل بلسانه ومسلما بقلبه، فعلى لسانه الفرق وفي قلبه الجمع، فالفرق على لسانه والجمع في قلبه، فلو كان الفرق على لسانه والجمع في قلبه أي لا يرى في قلبه إلا الله فاعلا، ولكن على لسانه ينظر للأكوان أنها من فعل الله عز وجل، فهي متعددة وهناك فروق بينها في الصورة وإن كانت هي مجالي لصفات الله عز وجل، هذا العبد المؤمن على هذه الحالة يكفر الله تعالى عنه من سيئاته طالما بقي في هذه الدنيا التي لا تخلو من ألم ولا تخلو من كمد ولا تخلو من حزن في أي لحظة من اللحظات، حتى لذتها مصحوبة بالألم. فيقول الحزن حال يقبض القلب عن التفرق في أودية الغفلة، يبقى الحزن حال يقبض على القلب بدل ما كان بيفر في أمور كثيرة كأنه قبض عليه وخلاه مركز في جهة واحدة. الإنسان الحزين تلاقيه مش عايز يخرج، مش عايز يتفسح حتى في الظاهر، يقول لك لا أنا عايز أقعد في مكان واحد، تعالى طب غير، لا أنا عايز أقعد، يمكن يقعد في حجرته ما يخرجش بقية الدار اللي عايش فيه، يبقى داره اللي عايش فيها كذا دور وكذا كذا حجرة، لا أما يصيبه الحزن تلاقيه حبس نفسه، قبض على نفسه، فكان الله أراد أن يقبض عليه، يقبض عليه ليخلو به. فالمؤمن إذا قبضه الحزن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، كأنه أراد أن يقبضه لأنه قد كاد أن يذوب في الأكوان، يذوب في حجاب ليس موجود مع الله بل موجود بالله، ومن قهره أنه حجبك بما ليس هو موجود معه بل هو موجود به، فإن كان موجود به فعليك ألا تغتر، فإن اغتررت أصابك بالحزن ليقبض عليك حتى تستعيد الفكرة وتستعيد العظة وتستعيد الاعتبار، فتزهد فيما رأيت وتزهد في الأكوان بسبب هذا الحزن، وتزهد حتى في هذه الأكوان التي كل فرحة فيها مصحوبة بكمد وكل لذة فيها مصحوبة بألم، فتزهد فتفر إلى الله. والحزن يقبض حال، يبقى الحزن ده حال مش مقام، وفي فرق بين الحال والمقام، في ناس قالوا ان المقام
الحال يغلبه الوهم والمقام يغلبه الكسب. وفي ناس قالوا ان الاثنين لها جهة وهبية وجهة كسبية، وان الحال لا يدوم والمقام يدوم اكثر، لكن الغالب ان الحزن حال يقبض القلب عن التفرق في أودية الغفلة، والحزن من أوصاف أهل السلوك اللي هم أهل البدايات. أهل البدايات الذين لم يصلوا إلى الجنة بعد، وهي جنة المعارف، جنة المعرفة بالله سبحانه وتعالى، حيث جمعهم سبحانه وتعالى من تفرق الغفلات والأكوان، فعلموا أن الفاعل واحد والمراد واحد، وأن كل شيء مكتوب بقدر، وأن كل ما يحدث في الأكوان هو بمشيئة الله، بل سبق وجرى به القلم، بل سبق وحدث في الأكوان في العدم، في فعل، في مراد الله، بعلم الله، حيث كان الكون عدم أصلا، فالله يعلم ما يحدث قبل أن يخلق أصلا، لأن صفات الله كانت عاملة، وهي حتى عاملة في حال العدم لم تتعطل. سبحانه وتعالى صفاته دائمة، لأن علمه قديم ليس حادثا، والأكوان حادثة، فكأن الأكوان كانت في علم الله عاملة وهي في العدم، لم يكن مع الله شيء، وهي الآن في عالم الشهود تعمل ما سبق أن عملته في العدم، بل تعمله في حال الوجود الذي هو بالله، بعدما لم يكن هناك شهود لها في الأصل، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فإذا علم أهل جنة المعارف هذا المعنى ذهب عنهم كل حزن وقدر، فصاروا في كمال الرضا، تتغير الأحوال عليهم وهم لا يتغيرون. أما أهل السلوك، أهل البدايات، أهل العبادات، أهل الرياضات، يطرأ عليهم هذا لأن ما زالت لهم نظرة إلى الأكوان، ما زالت لهم نظرة إلى النفوس والشهوات، ما زالت لهم بقية من تفرق. كل هؤلاء تحدث لهم هذه الأحوال، والحزن من أوصاف أهل السلوك. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله تعالى يقول: صاحب الحزن يقطع من طريق الله في شهر ما لا يقطعه من فقد حزنه سنين. وده معلوم، لما الله سبحانه وتعالى يصيب الإنسان بمرض أو شيء من هذا، أو تعلق بأمر من أمور الأكوان، يجتهد في العبادة والطلب اجتهاد ما لا يجتهده إن لم يتعلق قلبه بهذه الأشياء. انظر إلى حالك عندما يقترب عليك الامتحان، حالك في العبادة والطاعة والصلاح، تجد أنك تفعل في شهر الامتحان ما لا تفعله طول العام، سلوكا إلى الله، طاعة، بل تخجل أن تعصى الله وأنت لك طلب عنده، لأنه علق قلبك بهذا الطلب حتى تتذلل إليه سبحانه وتعالى، فهو أراد أن يعلق قلبك بما يوصله إليه، بما يوصلك إليه، فهي رحمة. كالذي يروض الحيوان مثلا ويجيعه، ثم بعد ذلك يجعل الطعام أمامه يجري خلفه حتى يصل إليه ويعلق قلبه به، وفي الحقيقة هو يجري إليه لا إلى الطعام، فهو يصل إليه. ولذا الإنسان بهذا الحزن الذي قد يصيبه يقطع في شهر من الطريق المعنوي الموصل إلى الله، وهو ليس طريق حسي، بل هو طريق تقطعه القلوب ولا تقطعه الأقدام وصولا إلى الله، لأن القلوب ما هي إلا مجلى لصفات الله عز وجل. فإذا انطبعت صور الأكوان فيها لا ينطبع فيها صور الذات والصفات، فعليه أن يمسح بهذا الحزن صور الأكوان المنطبعة في قلبه، حتى تتجلى بعد ذلك مرآة قلبه فتظهر عليها مرادات الله عز وجل، فيطمئن القلب ويستريح ويصير مجلى لله عز وجل بعد ذلك. صاحب الحزن يقطع من طريق الله في شهر ما لا يقطعه من فقد حزنه سنين. وفي الخبر: إن الله يحب كل قلب حزين. وفي التوراة: إذا أحب الله عبدا جعل في قلبه نائحة، نائحة تنوح على ما فاته من الطاعات وما فرط منه من المخالفات لعظم وقع
عظمة الله في قلبه، وليست نائحة على الدنيا وما فات منها، وإلا يكون ازداد غفلة. فالنائحة هنا تنوح على ما فرط منه من مخالفات في حق مولاه. وإذا بغض عبدا جعل في قلبه مزمارا، تجي مقبل على الدنيا ولا يشبع منها أبدا، لا يشبع من الدنيا ومقبل عليها. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان متواصل الأحزان دائم الفكر. النبي صلى الله عليه وسلم، نحن قلنا أن أهل المعارف في كمال الاطمئنان، فكيف يكون النبي وهو أعرف أهل المعارف بربه يكون متواصل الأحزان؟ لا، كان من باب أولى أن يكون هو أكثر الناس اطمئنانا ورضا، ولكن غلبت عليه رأفته وشفقته على أمته، فكان متواصل الأحزان باعتبار نظرته إلى أمته لا نظرته هو إلى ربه، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلم يكن متواصل الأحزان باعتبار ذاته، بل باعتبار أمته التي صار مسؤولا عنها شهيدا عليها صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال شيبتني هود، ولم يقل شيبتني الشورى، في حين أن الشورى فيها فاستقم كما أمرت، وفي هود فاستقم كما أمرت. ولكن لماذا قال شيبتني هود ولم يقل شيبتني سورة الشورى؟ لأن في سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فأمر بالاستقامة هو وأمته، أما في الشورى أمر بالاستقامة بمفرده. فاطمأن صلى الله عليه وآله وسلم على توفيق الله له، فاطمأن ولم تشيبه سورة الشورى. أما لما أمر وأمرت أمته من خلاله لكمال شفقته على أمته شيبته هود، فكان متواصل الأحزان باعتبار نظرته إلى أمته شفقة عليهم. قد يقصر وقد لا يعلم، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولكن لا باعتبار نفسه، لأنك تنظر إلى حال بعض الأولياء عند الوصول إلى الله يذهب عنه كل حزن. فإذا كان هذا حال الولي فمن باب أولى يكون حال النبي، ومن باب أولى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كان رسول الله على هذا الحال؟ لنظرته وشفقته لأمته، لأنه رحمة للعالمين، لا باعتبار ذاته صلى الله عليه وسلم، لأن ذاته أشرف، أشرف ذات مخلوقة هي ذات النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعلها مصدر لكل ذوات أخرى بعد ذلك سرا ساريا في الأكوان صلى الله عليه وسلم، لأن الأكوان تفتقر للرحمة في كل مدد وفي كل لمحة، وهو رحمة الله للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. لأن كمال النبي باعتبار ذاته لا يضاهى، فقد تجلى الله عليه بليس كمثله شيء، فصار ليس كمثله شيء مخلوق صلى الله عليه وسلم، كما أن الله ليس كمثله شيء موجود، فالنبي ليس كمثله شيء مخلوق، فهو مخلوق ولكن ليس كمثله شيء، لا مثيل له في الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعلم قدره إلا الله لكمال تجليات الله على نبيه بكل صفاته سبحانه وتعالى. فكان المرآة التي تتجلى فيها كل صفات الأسماء والأفعال والذات صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال مختصرا ذلك كله، مجملا ذلك كله في قرآنه سبحانه وتعالى، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ولم يقل الرحمن، ولم يقل الرحيم، فجاء بالاسم الذي يجمع كل الصفات، الاسم الذي يجمع كل الأفعال. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. انظر، لم يقل ذلك لأي نبي قبله ولا لأي ولي بعده، ولكن هذا خاص بنبينا لتعلم أنه مخلوق ليس ككل مخلوق صلى الله عليه وآله وسلم. فهو باعتبار ذاته كماله لا يضاهى، وباعتبار نظرته لأمته كان متواصل الأحزان، وفي حال في نفس الوقت كان لا يخفي بشره عن أحد صلى الله عليه وسلم، فكان إذا كان مع الناس لا يخفي بشره عن أحد، وإذا خلى بربه كان متواصل الأحزان إذا نظر للأكوان، فإذا نظر إلى الله كان في كمال الاطمئنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لكونه رسول من رب العالمين كانت له نظرة إلى الأكوان ونظرة إلى الرحمن سبحانه وتعالى.
فإذا نظر إلى الرحمن اطمأن، وإذا نظر إلى الأكوان أشفق علي لأنه رحمة. وقال بشر بن الحارث: الحزن ملك أو ملك، فإذا سكن في موضع لم يرضى أن يساكنه أحد. وقيل: القلب إذا لم يكن فيه حزن خرب، كما أن الدار إذا لم يكن فيها ساكن تخرب. لأن لو زال الحزن تعمر الدنيا في القلب، تعمر الأكوان في القلب، والدنيا خراب يبقى خرب القلب. يأتي الحزن يجعل الإنسان ينقبض من الدنيا، فإذا انقبض من الدنيا ذهب إلى رب العالمين فيبدأ ينير. وقال أبو سعيد القرشي: بكاء الحزن يعمي، وبكاء الشوق يغشى البصر ولا يعمي. الشوق ده بيبقى حزن مع فرح، الاثنين مخلوطين في بعض، حزن على الفراق وتمني اللقاء، ففيه من المحبة التمني والمراد، وفيه من الحزن الانقباض، الاثنين مع بعض، والاثنين يستوجبوا البكاء. احيانا الانسان يبكي من شدة الشوق، واحيانا يبكي من شدة الحزن. فشوف انت سيدنا يعقوب لما حزن على ابنه سيدنا يوسف اصابه العمى وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فالحزن بكاؤه يعمي، اما الشوق بكاؤه بس يعمل غشاوة، لكن ما زال في نوع من الرؤية. وقال الله تعالى: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وقال ابن خفيف: الحزن حصر النفس عن النهوض في الطرب. الحزن حصر النفس عن النهوض في الطرب، والطرب اللي هو يعني كمال الانشغال والفرح بالدنيا، ده اسمه الطرب. وسمعت رابعة العدوية رجلا يقول: وا حزناه، فقالت: قل وا قلة حزناه، لو كنت محزونا لم يتهيأ لك أن تتنفس أصلا، يطلع منك صوت. فده دليل على كمال حالها، وربما يكون التاني كمال حاله كامل برضه، كأنه بيقول وحزنا على عدم حزنا، كأنه يتمنى إنه هو يعني إنه يصل إلى الحزن اللي يوصله إلى ربه، يعني وهو بيتألم من شدة الحزن على عدم الحزن، أو يتألم من إيه؟ من شدة الحزن على فقد الحزن. يا إما بيتألم من شدة الحزن الموجود، أو بيتألم من شدة شوقه إلى الحزن المفقود. تحتمل دي وتحتمل دي، وحسن الظن بالناس كويس، بدل ما أقول ده أقل وده مش أقل، وهي كانت أعلى وهو ده، لا، ما يمكن الاثنين كانوا عاليين، بس كل واحد بيتكلم على حاله. وقال سفيان بن عيينة: لو أن محزونا بكى في أمة لرحم الله تعالى تلك الأمة ببكائه. ليه؟ لأنه بيبقى بكاء المضطر، وربنا سبحانه وتعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وكان داود الطائي الغالب عليه الحزن، وكان يقول بالليل: إلهي همك عطل علي الهموم، وحال بيني وبين الرقاد. همك أي همي الذي أريده من أجل الوصول إليك. فالكاف هنا كاف، الضمير هنا تعود من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي الهم الذي أصابني لأجلك، لأجل أني محجوب عنك، عطل علي الهموم وحال بيني وبين الرقاد. ويبقى ده الحزن المطلوب، الحزن المطلوب اللي هو يكون دافعا إليك إلى أن تشد الهمة في الطاعة والعبادة. مش الحزن تحزن وتروح نايم، تحزن وتقوم تزداد، ده اسمه قنوط، اسمه يأس. واليأس ده حال الكفار، حال الكافر اليأس، أما حال المؤمن إذا حزن يلجأ لربه. إنما الكافر حزنه ييئسه، يؤس لماذا؟ لأنه لا يتعامل إلا مع الأكوان، فلا يرى وراء الأكوان فاعلا،
فييأس من الأكوان فيقنط من رحمة الله عز وجل. وكان يقول: كيف يتسلى من الحزن من تتجدد عليه المصائب في كل وقت، مصائب الغفلات، مصائب الشهوات، مصائب حديث النفس، مصائب التقصير. وقيل الحزن يمنع من الطعام، والخوف يمنع من الذنوب. الحزن ثمرة الخوف، يعني كل حزين خائف وليس كل خائف حزين. فتملي يبدأ الأول خوف من الله يمنعك انك انت تقترف المعاصي، ثم بعد ذلك يزداد هذا الخوف وينمو في قلبك فيخرج منه الحزن على ما فاتك من الطاعات. فالحزن ثمرة. وعلشان كده الناس قالوا ان الحزن ارقى من الخوف والخوف ادنى من الحزن، والحقيقة مفيش ارقى ولا ادنى، هو تبدأ خوف وينتهي حزن. وقيل الحزن يمنع من الطعام، والخوف يمنع من الذنوب. يعني الخوف يمنعك من ارتكاب المخالفات، اما الحزن يمنعك من الانهماك في اللذات ولو مباح. فهمت الفرق؟ فالخوف يمنع من المخالفة، والحزن يمنع من الانهماك في الشهوات المباحة، المباحة لأنها تعطل عن الوصول إلى المراد. يبقى الحزن حالة أرقى، أرقى شوية، لكن لابد من أن يسبقها خوف. وسئل بعضهم بما يستدل على حزن الرجل، فقال بكثرة أنينه، يعني بكثرة أنينه، يبقى باستمرار كده ايه متألم. انا اعرف واحد كان ايه كل ما قابله ولا ايه مشغول يقول يا وردي يا وردي، كأن ورده ده بيوجعه، اما يفوت ورده اللي هو الراتب الطاع اللي عامله يعني بسبب مشاغل الدنيا، يبقى قاعد كده يقول يا وردي كأن عنده صداع، متألم أنين. ليه؟ لانه حس انه انشغل وتعطل عن أوراده التي توصله إلى الله فيتألم من أجل ذلك. فدي علامة من العلامات أن يكسر الأنين. وقال سري السقطي: وددت أن حزن كل الناس ألقي علي. ده رغبة في الثواب لا طلبا في البلاء، لأن العافية أوسع. يقصد الحزن المحمود، الحزن الذي يجعل الإنسان في كمال الشوق إلى الله، هو يقصد هذا المعنى. عايز أن يبقى حزن الناس ده كله المحمود ده اللي يخلي الناس كلها مشتاقة إلى ربها يجتمع في قلبه هو، فيبقى عنده شوق كل الناس إلى الوصول إلى الله. فطلب ده طلب للعافية لا طلب للبلاء، ده اللي يفهم. وعلى أي حال عافيتك أوسع لي سبحانه وتعالى. وتكلم الناس في الحزن فكلهم قالوا: إنما يحمد حزن الآخرة، وأما حزن الدنيا فغير محمود، إلا أبا عثمان الحيري بس هو اللي قال الحزن في كل أحواله حتى على الدنيا برضو محمود. وده برضو كلامه ليه وجهة قوية جميلة، لأن حتى الإنسان اللي بيحزن على أمور الدنيا من أجل الدنيا بمرور الوقت بيزهد في الدنيا، فحتى الحزن من أجل فوات الدنيا نفسه هيدفعه بمرور الوقت بعد ذلك على ان يزهد فيه، فيبقى برضو ليه وجه محمود. فانه قال: الحزن بكل وجه فضيلة وزيادة للمؤمن ما لم يكن بسبب معصية، لانه ان لم يوجب تخصيصا فانه يوجب تمحيصا. فان كان الحزن بالمعنى العالي اللي هو يجعله في كمال الشوق الى الله مندفعا في الطاعة فده يوجد تخصيص، يبقى من الأولياء. طب وإن كان الحزن الذي يجعله منقبض عن الدنيا فيوجب تمحيص، لأنه ما من عبد مؤمن يصيبه وصب أو نصب أو هم يهمه إلا كان تكفيرا لسيئاته، فهو إن لم يوجد تخصيصا فهو يوجد تمحيصا. وعن بعض المشايخ أنه كان إذا سافر واحد من أصحابه يقول له:
إن رأيت محزونا فأقرئه مني السلام. يعني لو رأيت واحد محزون دعاءه مستجاب، فأقول له فلان بيسلم عليك، عشان يقول الله يسلمه يبقى يدعي له، مجرد يقول بس الله يسلمه حاجة جميلة، دعوة جاية من قلب محزون مستجابة. فبيقول له إن رأيت محزونا فأقرئه مني السلام. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: كان بعضهم يقول للشمس عند غروبها: هل طلعت اليوم على محزون؟ كأنهم قليلين، يعني نادرين في الأرض، كأنه بيسأل، كأن المحزونين دول عدد قليل من عباد الله في الأرض، بالمحزون بالمعنى الممدوح. وكان الحسن البصري لا يراه أحد إلا ظن أنه حديث عهد بمصيبة، دائما كده مهموم في هموم إيه الوصول إلى الله. وقال وكيع: لما مات الفضيل ذهب الحزن اليوم من الأرض. وقال بعض السلف: أكثر ما يجده المؤمن في صحيفته من الحسنات الهم والحزن. فاللي بيجي له قبض ده ويصبر عليه ده يمكن أكثر ثوابا من آلاف الركعات. اللي يجي له غم كده وهو مش عارف جاله منين بدون سبب، يقول لك أنا مغموم من غير سبب، ليه كده هو؟ اصبر بقى، ده حاجة من الله كده، نعمة ربنا سبحانه وتعالى بصبرك عليها يرفعك يعني مقامات عالية، لأن الظاهر أنت عملك ضعيف ومقامك عند الله عالي، فيقوم يعوض نقص عملك بشوية هم عشان توصل لمقامك يرقيك بيه. سمعت أبا عبد الله الشيرازي يقول: سمعت علي بن بكران يقول: سمعت محمد بن علي المروزي يقول: سمعت أحمد بن أبي روح يقول: سمعت أبي يقول: سمعت الفضيل بن عياض يقول: كان السلف يقولون: إن على كل شيء زكاة، وزكاة العقل طول الحزن. والعقل هنا يقصد القلب يعني، وزكاة العقل طول الحزن، أي الحزن على التفريط، لأن القلب مرآة لرب العالمين، فأنت استعملتها مرآة للأكوان تبقى أنت كده أسأت استعمل، هو ربنا جعلها مرآة له حتى تظهر فيه صور صفاته وأفعاله، فتكون عبد رباني، تبقى من أهل التصريف، جعلك خليفة في الأكوان، سخر لك الأكوان عشان أنت تأمرها تطيعك، فأنت صرت عبدا لها مسكين، جعلت صور الأكوان منطبعة فيك، فصارت الأكوان هي التي تأمرك، وصارت الأكوان هي التي تقودك، فأنت تبقى ظلمت نفسك ظلم شديد. لكن العبد الحقيقي هو الذي يزيح صور الأكوان من قلبه، فلا يبقى إلا الله في قلبه منطبعا صورة بغير اتصال ولا انفصال، لأن الله لا يحل في الأشياء. فإذا صار على هذا الحال كانت الأكوان منفعلة معه، لأنه صار خليفة بحق. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يشير إلى السحاب تجتمع، يشير إلى السماء تمطر، يشير إليها تقف عن، يشير إلى القمر ينشق صلى الله عليه وسلم، يأتيه الذراع المقطوعة يضعها مكانها تعود كما كانت كأن لم يمسها شيء، تأتيه العين واقعة على الخد في كف الصحابي يردها إليه فتصير أفضل مما كانت. لماذا؟ لأنه كان الخليفة بحق صلى الله عليه وآله وسلم. أما أنت لما لم تفعل معك الأكوان مثل هذه الأشياء ولم تنصاع لأمرك؟ لأنك صرت تسير وراءها ولم ينطبع فيك صورة المكون حتى تصير خليفة فتنصاع لك. وعلشان كده يقول: وزكاة القلب طول الحزن، لأن الحزن ده عارف مجلاه بتجلي بها مرآة قلبك مما انطبع عليها من الأكوان، وكلما جليت بالحزن أكثر كلما زادت ثقالة فأصبحت ثقيلة صالحة لأن تكون مرآة. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت محمد بن أحمد الفراء يقول: سمعت أبا الحسين الوراق يقول: سألت أبا عثمان الحيري يوما عن الحزن فقال: الحزين لا يتفرغ إلى سؤال الحزن، فاجتهد في طلب الحزن ثم سل. يعني طالما ما عندكش الحزن قول: يا رب أسألك حزنا يقربني إليك ويعرفني إياك، لأن لو جالك الحزن مش هتلاقي نفسك عندك نفس تسكت، هيجي يطبق على نفسك يلاقي نفسك مش قادر حتى تسأل، ويقول الحق اسأل قبل ما يجيلك الحزن ما تعرفش تسأل.
او بيقول لك اسأل لحد ما يجي لك الحزن ثم سل تجب، يحتمل المعنى هذا تاني يعني، لان كلامهم ليه مرامي بعيدة، ما بيبقاش ليه مرمى واحد. الاولية دول كلامهم عجيب يعني، تحس انه ليه مرامي عديدة. ربما يقول سل الحزن، فاذا جاء سل مرة اخرى حتى يصير، لان القلب الحزين اذا سأل الله سأله باضطرار والمضطر مجاب، فكأنك بتسأل اسباب الاجابة اولا، فاذا حدثت فسل ما شئت بعد ذلك، يحتمل معنى كلامه هذا، والله اعلم. باب الجوع وترك الشهوة. الجوع مش معناه انك انت تمتنع عن الطعام بالكلية فجأة كده هنكبر عليك اربع وندفنك، مش هتنفع تيجي، يا اما هتقضي عمرك في المستشفى لا هتنفع ولا تشفع. لكن الجوع اللي مكتوب في كتب المتصوفة ليه معنى، وهو ان الانسان يقلل من طعامه بقدر بالتدريج حتى يصير طعامه بقدر حاجته، بقدر حاجته للقيام بالمطلوب منه، بحيث ما ياخدش اكتر من حاجته بالتدريج. فاذا تدرج في هذا قويت نفسه وبدنه على الطاعة بقليل من الطعام، وكلما زادت طاعته وارتقى كلما قل احتياجه للطعام لإيه؟ لقوة روحانياته. فتيجي تقرأ تقول بعض الأولياء كان بياكل كل 15 يوم، تيجي انت عايز تاكل كل 15 يوم هتموت، انت مش زيه، هو روحانيته كانت قوية وخدها بالتدريج على مدى 20-30 سنة، انت عايز تعملها النهاردة ما ينفعش، تاخدها بالتدريج بالراحة بالراحة، بدل ما بتاكل 3-4 وجبات في اليوم كل الاول وجبتين، كل وجبتين واشبع، وبعد شويه كل وجبتين وما تشبعش، وبعد شويه كل وجبتين بمقام وجبه يعني نص كل وجبه، وبين كل مره ومره التدريج ده يبقى بالشهور حبه حبه لحد ما جسمك يتريض ويعتاد. مش تيجي تعمل لي كده تجيلي ارميك في المستشفى، ما هو في ناس قرت الكتب دي لوحدها من غير شيخ ضاعت، ولا طال هنا ولا هنا، وفي الاخر لما نقف سعي قال لا يا عم ده الطريقه دي مش شغلانه، راح قفل الكتاب وقفل السكه كلها وفتح في الاكل وبقى عنده سمنه مفرطه وبعدين جه دبس له معدته، ما ينفعش برضه. فالحكايه عايزه هدوء بالتدريج بالتدريج، ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق. فالجوع لما تيجي تقراه هنا معناه ضد الشبع الزائد، الزائد عن حاجة الجسم للقيام بمراد الله منه، كويس. وانت بقى بالتدريج كده تلاقي نفسك احتياجك للطعام بيقل مع ترقيك مع الله عز وجل بالتدريج كده حبة حبة. يعني احنا كنا شفنا بعض مشايخنا لما كبروا وهم الشباب كانوا قدنا كانوا بياكلوا عادي، وبعدين لما كبروا لوحدهم مع الترقي كده تلاقيه يمكن ما طول اليوم ولا يفكر حتى يحط بق مية، يمكن فين لما هو بيتوضى كده يروح بلع له بق ميه خلاص ده كفايه طول اليوم كله، وتلاقيها كله كسره خبز كده وخلاص. خدها بالتدريج، خدها بالراحه، لان هو حاسس ان جسمه فعلا مش محتاج، هو كده بذكر الله بيتغذى، هو متغذي بذكر الله، وفي نفس الوقت مع قله هذا الطعام اللي بياكله تجده قائم بكل الواجبات بتاعته، من قيام ليل، من صلوات، من دروس، من اوراد، من سعي في الدنيا، تجد اموره كلها ماشيه عاديه، يبقى ده خلاص حلو كده. لكن انت لو عملت زيه هتعيا، لان هو ما وصلش لكده مره واحده، حبه حبه بالراحه. لكن ابدا الاول بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تاكل الا اذا جعت واذا اكلت لا تشبع، وواظب على صيام 3 أيام من كل شهر، تمشي كده بالتدريج، تاخد نفسك بالراحه رياضه حبه 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 حبه، ما تتعودش تاكل وتشبع ابدا، لان دي عاده النهم، وما تتعودش تاكل وانت لسه ما جوعتش، دي نهم مش عادة المسلم المعتاد. حلو، المسلم ما ياكلش الا اذا اشتاق للطعام جوعا، واذا اكل ما يشبعش، خلاص حلو كده. لو هتمشي كده ان شاء الله تاكل 10 مرات في اليوم، بس بشرط ما تاكلش الا وانت جعان، واما تاكل ما تشبعش، قول ان شاء الله 100 مرة في اليوم ما يجرش حاجة. انت جعان تقول لي اه خلاص كل، بس اما تاكل ما تشبعش، بعد ساعة تقول لي جعان كل، بس لما تاكل ما تشبعش، ما يجراش حاجه، مش عيب يعني، بس ما تاكلش الا اذا جوعت، ما تبقاش مفجوع، لان الفجعه بتعمل امراض، اول هذه الامراض كثره النوم،
ينام كتير ويجيله تصلب في الشرايين ومفاصله توجعه، واول حاجه هيصلي وهو قاعد، يبقى فقد ثواب الصلاه وهو قائم. شوف قد ايه بقى صار بقى مسكين، صلاته مش عارف ايه يؤديها كويس، دي اول حاجه يسلبها، مش عارف يؤدي صلاته كويس. ده بعضهم بيوصل لدرجه مش عارف من كتر تخنه مش عارف يستنجى، ايده مش طايله يستنجى من كتر ما هو بقى حاجه كده، بيجوا في عربيات نص نقل. والله انا شفت ناس يجوا لنا في عربيات نص نقل، لان ما فيش عربيه تسع انه يدخلوا فيها 250 كيلو 320 كيلو حاجات كده، اعدادها غريبه الشكل، ربنا جعلها ايه يعني الواحد. وما عندهمش غدد، تيجي تسالها ولا تسال الراجل ولا الست اللي تخان دول يقول لك ده عندي غدد، غدد ايه؟ تساله تلاقيه ياكل بالحله، ولا غدد ولا حاجه، ده هو بياكل بين الحله، ما عرفش ان في اختراع اسمه الطبق ومعلقه، ده بياكل من الحله وبايده على طول. ايه ده؟ انا اعرف استاذ ومراته كانت استاذ التخدير، استاذ نسر، كان ايه فظيع، مراته كانت تشتكي منه ايه، يجي هو من شغله بالليل وهي نايمه، تصحى الصبح تلاقي الثلاجه كلها خلصت، قال اتعشى خلص كل اللي في الثلاجه حاجه يعني. الاخر ايه كان وزنه 160 كيلو، 160 كيلو، يعني بلاش الفجعه دي. النفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم. عارف لو هتفتح على نفسك بقى مش هتخلص، مش هتلاقي نفسك مش هتشبع، مش هتشبع، مش هت تقوم في الاخر هتضيع عمرك مسكين بين الاكل والنوم ودوره الميه والمهضمات والحاجات دي، هتعبد ربك امتى بقى؟ هتفوق امتى؟ حتى تيجي تذكر يروح مش اخر. ليه؟ لان الاكل ليه ابخره، الابخره تروح طالع على المخ تنيمه، يبقى مسكين. وعلشان كده الكتب بتاعت المتصوفه كتير يتكلموا على الجوع، يتكلموا على الجوع، لان الجوع هو الحكمه. والجوع المقصود بايه؟ انك انت لا تبقى جعان قوي ولا تبقى شبعان قوي، ده معنى الجوع عندهم، ان تبقى كده حالك معتدل، لا تبقى جعان ولا شبعان، تبقى يا سلام احلى عباده بقى وانت بين البنين، لا جعان قوي ولا شبعان قوي. وجربها تلاقيها كده. الناس كلها بتنشط في رمضان ليه؟ لما يقللوا اكلهم، لكن اتفرج على اللي ياكل بعد الفطار صينيه كنافه لوحده مش هيصلي التراويح، لانه برضو الاكل هيمنعه، هيجي يروح واكل صينيه كنافه يروح نايم يخمدوه، واول ما يصحى يجيب له صينيه القطايف ياكلها يخمدوه تاني، عمل ايه؟ ضاع منه ليل رمضان كله. ما ينفعش، يبقى لازم الواحد يبقى معتاد كده حبه بحبه بالراحه. باب الجوع وترك الشهوة حتى المباحة. عارف الشهوات حتى المباحة لما الإنسان برضو ينسقي إليها أي شهوة ولو مباحة تلاقيها تاخد. طب شهوة حب المال انساق إليها كده وخليك رجل أعمال، وكل ما تنجح في مشروع من مشروع ومشروع من مشروع مشروع من مشروع، هتلاقي نفسك عمرك كله خلص وانت قاعد ايه بتلم في أموالك، أموالك بقيت مش قادر تستوعبها، واليوم بقى اقصر من انك انت تعرف تتابع شغلك. فهمت ازاي؟ فهتروح لربك امتى؟ هتفوق لنفسك امتى؟ ادي شهوه حب المال. طيب شهوه النساء، ده راجل محترم عمره ما يزني، طب ما اتجوز اربعه، جوز خلف من كل واحده 10، وده طلبات وده عايز يتجوز وده بيتخرج وده في الحضانه وده مش هيراعي مين ولا مين ولا مين، ده حاجه تخوت. وادي شهوه مباحه، شوف شهوة مباحة ما صرفهاش في زنا، ده هو اتجوز الستات اللي هو عشان هو بيحب الستات بس، قضى عمره كله استهلكته هذه الشهوة، وإن كانت في المباح استهلكته تماما واستوعبته تماما. والتاني بتاع شهوة الطعام أمثلته كتيرة وشوفوا منظره إزاي وهكذا. فكل شهوة ولو في المباح إذا يعني سرت خلفها كده إلى ما لا نهاية تجدها أنها تقتلك قتل، فما بالك اللي ماشي في الحرام؟ اذا كان ده المباح يعمل كده، يا دي المصيبه على الحرام بقى ومصايبه. يعني اذا كان اهل التصوف واهل الادب والسلوك بيحذرك من الانهماك في الشهوات المباحه، يبقى دول بقى بيتكلموا في دائره تانية غير دائره الفقهاء. دائره الفقهاء بيكلموك في في ايه؟ في الشهوات المحرمه. يبقى فرق بين الفقيه والمربي. فهمت ازاي؟ المربي بيكلمك حاجة تانية بقى، حاجة تانية، بياخد بإيدك لمقام تاني أعلى.
قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ليه؟ عشان تصبر، ولو صبرت بشر الصابرين. يبقى هو ربك بيرقيك، يبقى ربك بيبلوك بهذه الأشياء عشان يرقيك مش عشان يعذبك. افهم دي ترقية. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ليه يا ربي؟ لتصبر وبشر الصابرين. لتصبر دي انت فهمتها بقى، ما انت راجل بتفهم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة من اللي فاتوا دول بقى، جوع، خوف، نقص، ثمرات، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم إيه؟ صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شفت بقى المقامات العالية. يبقى ربك أراد أن يأخذ بيدك إليه بهذا الابتلاء، لا ليعذبك بل ليأخذك من نفسك ومن غفلاتك إليه، لأنه لو تركك هملا لغفلت وازددت غفلة وبعدا. ثم قال في آخر الآية: وبشر الصابرين. فبشرهم بجميل الثواب على الصبر على مقاساة الجوع. هو جايب الآية دي بالذات علشان الجوع، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، فجايبها باب الجوع يعني. وقال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني حاجة، شدة حاجة، بالرغم من كده يدي لغيره، يدي لغيره الحاجة اللي هو محتاجها بشدة. ودي حال اسمه حال الفتوة اللي هو تحقق به الأنصار، مقام اسمه مقام الفتوة، مقام الكرم، انك انت تديله الزائد عنك. يعني ما تدخرش اللي انت محتاجه تاخده والزيادة تنفقه، ده اسمه كريم حلو. لكن الفتوة اعلى، ما عندكش الا اللي محتاجه وتروح مديه لغيرك وانت محتاجه، ده مقام بقى اسمه الفتوة. يبقى الفتوة ده مقام عالي، واخد بالك؟ مش الفتوة اللي هو بيضرب الكرسي في الكلوب ويخرب القعدة ويعملها ظلمة، لا. الفتوة عند أهل التصوف ده مقام عالي، إن الإنسان يعطي ما في يده وهو محتاجه إلى غيره. شوف سيدنا علي وستنا فاطمة صاموا وما عندهمش في البيت إلا إفطار لواحد بس، معدينه هياكل هو وزوجته ستنا فاطمة سيدنا علي، يعني طعام واحد هياكلوه هما الاثنين صايمين طول اليوم. ربنا بعت لهم مسكين في اللحظة دي. شوف الاختبار بتاع ربك، عشان اولا يبينك جواهرهم، لانهم معادنهم عالية نفيسة، لان لولا هذه الاختبار ما كناش عرفنا جواهرهم ومعادنهم، وعشان نتأسى بهم ونتعلم. يبعت لهم مسكين في اللحظة اللي هم يدوب الأدن بيدا وحيمدوا ايدهم ياكلوا، يخبط مسكين يقوموا ايه يدوله الطعام بتاعه، وينوى صيام اليوم اللي بعده وما عندهمش سحور ويفطروا على ماء. يجي اليوم اللي بعده حطوا يدوب قرص شعير هياكلوه، خبط عليهم مسكين تاني، الاول كان مسكين والتاني اسير وكده، فراحوا مدين له الطعام، مدين لهم الطعام تاني، ونووا تالت يوم صيام وفطروا على ماء. تالت يوم جالهم نفس القصة، ادوله، ما قالوش ايه بقى يا عم روح، هو احنا لاقيين؟ ولو قالوا كده يعني ما عندهم حق برضه، بقالهم تلات ايام يا عم ما كلوش. الله، فتعرف بقى مقامهم، مقامهم العالي. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. نزلت الايه دي فيهم، في سيدنا علي وستنا فاطمه، نفعنا الله بهم وببركاتهم وأنفاسهم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأم بتعمل كده لأبنائها بالفطرة والرحمة اللي ربنا جعلها في قلبها، والأب يعمل كده لأبنائه لو كان على فطرة سليمة، لكن ما يعملش كده مع غير أبنائه، والأم ما تعملش كده مع غير أبنائها إلا لو كانت في مقام الفتوة، لكن مع ابنائها ده عادي. تلاقيها جعانه ومسكينه ومفيش الا لقمه واحده بيحطها في بقها، يجي ابنها يعيط تروح مطلعها من بقها واديها له، بتقعد هي جعانه عادي.
وتبقى بتعمل كده وعلى قلبها احلى من العسل، مبسوطه لان ده ابنها لكمال شفقتها بابنها. فهمت ازاي؟ برحمتها. يبقى بتعمل كده من مقام الرحمه مش من مقام الفتوه. تعمل كده من مقام الرحمه مش مقام الفتوه. مقام الفتوه انها تدي للغريب بقى مش للابن. اخبرنا علي بن احمد الاهوازي قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفار، الزهر كان بيبيع نحاس، الصفار يعني النحاس. قال حدثنا عبد الله بن ايوب قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا ابو هاشم صاحب الزعفراني قال حدثنا محمد بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه انه حدثه قال جاءت فاطمه رضي الله عنها بكثرة خبز لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه الكثرة يا فاطمة بنته؟ قالت قرص خبزته، قرص من شعير كده قرصة يعني، ولم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكثرة. يعني هي خبزته وأكلت منه حتة وهي بتقطمه افتكرت أبيها، فراحت جايبة بقيته لأبيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراحت مدياله بقيته. فقال أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ 3 أيام. ياه، رسول الله اللي هو لو طلب يأكل من الجنة لأكل، كيف قاس من الطعام من الجوع وصبر. هل ضعف النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يصلي بالناس إمام ويجيش الجيوش يعمل كل حاجة ولا حد دريان أنه جاع أصلا. ده في غزوة الخندق لما الصخرة تكسرت عليها المعاول راحوا مين؟ راحوا سيدنا النبي. هيروح ما عندهمش ديناميت، ما عندهمش آلات قوية علشان تكسر الصخرة، لكن عندهم النبي صلى الله عليه وسلم صاحب التصريف. يرجعوا له قالوا له يا رسول الله الصخرة كدية كبيرة كسرت المعاول. رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع وضرب طلعت شرارة، قال الله أكبر فتحت الشام، ضرب تاني طلعت شرارة، الله أكبر فتحت العراق وهم معصورين. ده دليل انه بقى نبي من عند الله، لانه لو كان انسان معتاد ما كانش قال الحاجات دي وهو لسه محصور. 12,000 جايين هيحصروا المدينه وكل اللي في المدينه 3,000 بما فيهم الاطفال والصغار، وجاي له 13,000 مدجج بالسلاح عايزين يخشوا المدينه. يعني المفروض بقى لو انسان عادي كان يسكت بقى خبي بقى، انما يقول فتحت العراق فتحت الشام، الا اذا كان ربه هو اللي بيعلمه ويعرفه. راح ضارب الضربة الثالثة تفتتت الصخرة، وهو بيرفع ايده كده وبينزل المعول 3 مرات لقوا الحجر مربوط على بطنه الشريف جائع. عرف سيدنا جابر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطعم طعام منذ ايام، لانه ما كانش يربط الحجر على بطنه الا لما يكون بقاله ايام لم يأكل، فكان يربطه كده عشان بطنه كانت تدخل. يقوم الانسان لما يزداد جوعه عدة ايام، انت ما جربتش ده، انت لو فاتك وجبة بترفع قضية، لكن انت ما جربتش الشغلانه دي. لكن النبي الانسان المعتاد لما يقل طعامه خالص عده ايام بطنه تروح داخله جوه، يقوم اما يمشي منحني كده. فالانحناء ده هيبقى شهره، اللي يشوفه يعرف انه ما اكلش وانه ضعيف. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحط الحجر كده يربط عشان يبقى ماشي مصلوب تمام، يقوم ما حدش يدرى، لان شكوته لربه صلى الله عليه وسلم. فلما شاف كده سيدنا جابر عرف انه لم يطعم طعام، ده حال نبيك صلى الله عليه وسلم. فما بالك بقى يعني حال الناس الوقتي، مالوا الدنيا شكوى من اجل غلاء المعايش، وكل واحد عنده ثلاجة مليانة الخيرات، وعنده أوضة خزين مليانة خيرات، وعنده رصيد في البنك. واللي ما عندوش حتى الحاجات دي عمره ما مر عليه وقت ونام مش لاقي كثرة خبز على الاقل من غير غموس. محدش ولا حتى اطفال الشوارع في مصر، عارف اطفال الشوارع الغلابة دول المساكين اللي قاعدين في الشوارع كده اهاليهم طردوهم او مالهمش اهالي، يوم ما يجي بالليل كده يروح لاي مطعم فاتح ويقول للراجل بس يا عمو اديني شقة هيديه، صح ولا لا؟ هيديه، بل هيتمنى، لان الخير مليان بيعم في امة النبي. يعني حتى دول ما مروش بالمرحلة اللي مر بيها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وما اشتكوش. وفي بعض الروايات جاءت فاطمة رضي الله عنها بقرص شعير، ولهذا كان الجوع من صفات القوم، القوم اللي هم يعني ايه، أهل الطريق إلى الله، أهل السلوك، أهل الرياضة، أهل التربية. والجوع قلت لك
بمعناه هو انك انت تاكل بقدر الضروره، وهو احد اركان المجاهده. الجوع اركان المجاهده ايه؟ قله الطعام، قله المنام، قله الكلام. ثلاث حاجات المجاهد لازم يمر بالثلاثه دول الاول، مش هيروض نفسه الا بالثلاثه دول، قله الطعام، قله المنام، قله الكلام. يبقى يسمع اكتر ما يتكلم، ويستيقظ اكتر ما ينام، وما ياكلش الا اذا قرص الجوع، وياكل بقدر الحاجه اللي تخلي بدنه فيه قوه تعينه على اداء المطلوب منه. بس لو استمر على كده سنه اتنين تلاته هتلاقي نفسه خمدت خمود يستطيع ان هو بقى ايه يستعملها في الطاعه كيف شاء. انما كل ما تيجي نفسها في عصير قصب هاتي، نفسها في حته جاتوه هاتي، نفسها في حته مش عارف هاتي، شيبسي هاتي، طول النهار هاتي هاتي هاتي. يعني ايه؟ يعني هي اللي بتسوقه، هي اللي قاعده بتسوقه، هي اللي راكباه وقاعده بتسوقه كرباج، وتقول له حا وشي، هو مش راكبها، ده هي اللي راكباه. طول النهار قاعد يخدم في نفسه، يجيب جيلاتي، يجيب مش عارف بونبوني، يجيب شوكولاته، يجيب مش عارف ايه، وشاي ايه، تلاقي بقه شغال، طول النهار شغال، ايه ده؟ ريح شوي، ريح، اهمد، اهمد. كل الحاجات دي ده مش من علامات اهل السلوك. اهل السلوك قلة المنام، قلة الطعام، قلة الكلام في الاول، وده لابد منه. فان ارباب السلوك تدرجوا الى اعتياد الجوع والامساك عن الاكل. كانوا بيتدرجوا بالتدريج، انا ما بقولكش فجأة اعمل كده، بالتدريج. انت متعود تاكل ثلاث وجبات؟ في مصر يقول لك كده لازم تاكل المصريين كده. المصريين يقول لك لازم ثلاث وجبات، انا كانت ليا جدتي زمان اجي اقول لها مش عايز اتعشى تقول لي في عرق في القفا، يقول لي العشاء العشاء. يعني لو ما اتعشتش هيجي لك قفاك بالليل طول الليل يقول لك العشاء العشاء، ما تعرفش تنام. تقوم تخوفني عشان ناكل. فلازم المصريين يفطروا ويتغدوا ويتعشوا، حاجه كده ورد عليهم. طيب جرب بقى تاكل وجبتين زي الصحابة، الصحابة كان حياتهم وجبتين والنبي كان وجبة واحدة صلى الله عليه وسلم. ابتدي الأول زي الصحابة، بلاش تبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم. زي الصحابة ابتدي الأول وجبتين، خلاص نتفق على وجبتين من النهاردة. أكل المؤمنين وجبتين. طيب أكل الصديقين، كان زمان الصحابة ياكلوا إمتى؟ ياكلوا على الساعة 9 الصبح 8 الصبح كده، يعني بعد ما يصلوا الفجر ويطلع الشروق ويصلوا الضحى يروحوا بيتهم يلاقوا نفسهم جاعوا ياكلوا كويس، وبعدين يخرجوا بقى في معايشهم واحوالهم وبتاع، ويجوا على المغرب يا اما ياكلوا بعد المغرب يا اما يلاقوا العشاء اتدنت فياكلوا بعد العشاء. وعشان كده الرسول بيقول اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، لانهم جايين بقى جعانين. فهي وجبة على المغرب ووجبة مع الضحى الصبح وخلاص، هتلاقي نفسك جسمك نشيط طول اليوم. لكن ده انت بتتعشى عشوة تقيلة يضيع عليك الفجر. اولا مبدئيا تصحى الصبح تدب الفطار فول ايه وبصل ايه وشغلانة ايه، شغلانك بقى تمام. وبعدين تروح شغلك تسعى في الدنيا، ترجع من شغلك مراتك بقى ولا والدتك ولا يعني اللي عايش معاهم بقى مضبين لك بقى المحمر والمشمر، تيجي تاكل تنام لك ثلاث ساعات، يضيع عليك العصر ويضيع عليك المغرب، تقوم تلاقيهم محضرين لك العشاء لأحسن في عرق في العشاء يقول العشاء العشاء، وهكذا مضيع عمرك على 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 الاكل. فخليها بقى وجبتين زي الصحابه من النهارده كده، يلا جرب وواظب على كده، بس بشرط واظب على كده. اللي عنده الم في بطنه يخليهم ثلاث وجبات خفيفة، لأن في ناس عنده حموضة عالية في بطنه، فلو خلى الأكلات على مدى بعيد يجي له حموضة تضايقه في بطنه. في بعض الناس كده طبيعتها ما يجراش حاجة، يبقى خليها ثلاث وجبات خفاف قوي. ليه؟ علشان تخفف نسبة الحموضة في بطنك، تقوم تعيش مستريح ما عندكش حموضة، ما يجراش حاجة. لكن الإنسان السليم اللي ما عندوش حموضة وجبتين تعيشه مبسوط قوي كويس قوي ومستريح جدا طول اليوم، يلاقيه سعيد. اذا كان طالب يقدر يذاكر، اذا كان بيشتغل يبقى بيشتغل بنشاط، اذا كان عابد يلاقي نفسه بيعبد ربه بحلاوه
ويحافظ على وضوءه مدة طويلة، ما يبقاش غازات مضايقاه وطول النهار رايح يجدد وضوءه ودورة المية وشغلانة مضيع عمره. عشان كده تدرجوا. كان زمان مثلا يعمل ايه بعض اهل التصوف يدرج نفسه في الاكل ازاي؟ يجيب حزمة نبات اخضر، كويس، نبات، اي نبات اخضر، ان شاء الله برسيم، هو مش هياكلها، ده هيوزن بيها، يوزن بيها الوجبه اللي اتعود ياكلها، كويس، اللي اتعود ياكلها يعرف ان الوجبه اللي بياكلها وزنها قد الحزمه دي، كويس، ويشيلها عنده. الحزمه دي بتدبل يوم عن يوم، كل يوم يوزن الاكل بالحزمه بعد ما دبلت اللي هياكله تاني يوم. فهمت ازاي؟ عشان يدرج نفسه. واليوم اللي بعده الحزمة قاعدة بتدبل أكتر، يوزن عليها، واخد بالك، وياكل الأكل على قد وزنها. وبعدين اليوم اللي بعده على مدى 10 أيام تبقى بقت حطبة، يقوم ياكل على وزن الحطبة دي. هو عايز ينشف جسمه، يعني يبقى عضلات ما يبقاش فيه دهن، فهمت ازاي؟ يبقى عضلات بس تقويه، تقيم صلبه، لكن الدهن ما بيقيمش صلبك، فهمت؟ ده بيبقى وزن على صلبك، يقوم يضايقك في العبادة. فهمت طريقتهم في التدرج؟ كانوا يعملوا كده الشغلانه دي، يوزن يوزن بحسب التدريج لحد ما يوصل لوزنه وهي حطب بلا ماء. هو مش عايز جسمه يرطب فايه نام، فعايز يبقى جسمه زي الحطبه ينشف يقوم. فهمت المساله؟ اول ما توصل بقى بقت جافه يثبت على الوجبه دي. فهمت طريقتهم؟ دي طريقه، لكن المقصد كلها بالتدريج، المقصد كله يجي بالتدريج. فإن أرباب السلوك تدرجوا إلى اعتياد الجوع والإمساك عن الأكل، ووجدوا ينابيع الحكمة في الجوع، وكثرت الحكايات عنهم في ذلك. سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوفي يقول، سمعت عبد الله بن علي التميمي يقول، سمعت ابن سالم يقول: أدب الجوع ألا ينقص من عادته إلا مثل أذن السنور. أهو يعني عادتك في الاكل قد ايه؟ تقللها قد وزن ايه؟ ودن القطه. يعني بالتدريج كده تقللها شويه. انت متعود كل يوم تفطر برغيف عيش، طيب افطر برغيف الا ربع، خدت بالك؟ برغيف الا ربع ما يجراش حاجه. اقعد كده مثلا 3 4 ايام وبعدين خليها نص رغيف، شهر، وبعد شهر خليها ربع رغيف، واثبت على كده شوية، هتلاقي نفسك جسمك بياخد عادته ويشبع بالربع رغيف ده، وبعدين ما يزيدش وزنك، ويبتدي ينزل وزنك شوية لحد ما يثبت، لأن اللي نازل ده كان الزيادة، النازل ده كان الزيادة. عشان كده الصحابة ما كانش فيهم حد كرش أبدا إلا نادر، ده كان معظم الصحابة يقول لك إيه، كان الفرس يجري كده يخليه يجري كده ويروح نطط عليه يركبه وهو بيجري، ده دليل انهم خفاف الوزن، يعني كان عندهم خفه في الوزن. انما المصريين مساكين، تروح الحج تلاقي كل المصريين قاعدين مقسرين مستنيين الاتوبيس ينقلهم من هنا لهنا، ركابهم وجعاهم، وكل واحد شايل قدامه شلته كده كرشه وشلته وراه مش عارف ايه، ومش قادر يمشي، مش قادر يمشي. اه والله دي حقيقه. ويقعدوا يتخانقوا مع السواق عشان اتاخر، والسواق مش عارف، يبقوا محرمين وبيشتموا في السواق لانه ركبه بتوجعه مش قادر يمشي مسكين، واخد بالك؟ لكن شوف انت بقى الجماعه الباكستانيين والهنود، واتفرج على اليمنيين، ناس كده ايه، حاجه اخر رشاقه، واخدين طريق المشاو ماشيين اخر حلاوه، ولا مستني اتوبيس ولا غيره، ماشي مشغول في ذكر الله والعباده، حاجه اخر حلاوه، تبص عليهم كده تفرح بيهم. لكن مساكين اول ما تلاقي بقى ايه كتله لحميه جايه اعرف ان ده مصر، اصل مصر اهل خير عايشين في النيل وعندهم بقى بط ووز وقاعدين طول النهار ياكلوا، اهل خير، هنعمل ايه؟ ربنا ينجينا. فشوف انت كل ما هتقل وزنك تبقى في العباده حاجه تانية، حاجه تانية جميله، تلاقي نفسك مع الله كده طاير. فبالتدريج بالتدريج لحسن تعيا منه. وقيل كان سهل بن عبد الله لا ياكل الطعام الا في كل 15 يوما، سيدنا سهل بن عبد الله التستوري برضه درج نفسه لحد ما وصل كده على سن الستين، لقى نفسه ما بيحتاجش ياكل الا وجبه كل 15 يوم. روحانيا ممكن.
ما احنا طبيا احنا متعود ما شفناش الناس دي لانها ماتت، احنا شفنا الناس اللي اكيله بس ما شفناش النوايا. الناس دي ماتت خلاص من زمان، لكن كانوا عايشين اهو ومش كدابين. الناس دي مش كدابين، الناس دي ما يقول لك اه كده كان كده. انت ما تعرف سيره الامام النووي. الامام النووي خرق للعاده المعتاده اللي احنا بنشوفها، للعاده الجاريه، لكنها مش للعاده العقليه. عقلا ممكن. الامام النووي كان يقول لك كان يسرد الصوم وكان يفطر على جرعه ماء ويجي قرب السحر كده ياكل كسره خبز ويصوم يوميا كده، يجي على المغرب جرعه ماء وبعدين على السحر كسره خبز، يبقى الوجبه بتاعته فطور وسحور وينوي صيام اليوم اللي بعده. وبعدين بيقولوا له ده انت في الشام يا امام ما تاكل فاكهه، كل فاكهه كده وده الشام كلها فواكه. قال اخاف ان يرطب جسمي فينام، اخاف ان يرطب جسمي فينام. لكن عود نفسه على كده، وكان يقول لك بشتغل 20 ساعه في اليوم. الامام النووي كان يقول لك اشتغل 20 ساعه في اليوم بين الدرس والتاليف والعباده والقيام بحاجه الانسان، 20 ساعه وينام اربعه بس. عود نفسه على كده، فكانت حياته كلها منتجه. ما هو ما فضيش يتجوز، هيتجوز يروح يتجوز فين؟ ده هو 20 ساعه يا دوب ما عندوش الا اربع ساعات، كان ينامهم بقى، هيروح يتجوز هيروح فين؟ مات، اصله مات بدري بدري. مات عنده 44 سنه باين. يعني بسنه صغير. وقيل كان سهل بن عبد الله لا ياكل الطعام الا في كل 15 يوما، فاذا دخل شهر رمضان كان لا ياكل حتى يرى الهلال. ايه ده؟ يعني رمضان ياخده كله يا دوب يتفرج على ميه 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 لحد ما يشوف هلال شوال. ده شغلانه كبيره دي. انا ما بقولكش تبقى زيه لانك مش هتقدر، لكن انا بقولك شوف الناس دي ازاي تدرجت مع نفسها بالتدريج حبه حبه كده مع العباده وكمال الذكر، وصلوا الى هذه المرحله. وكان يفطر في كل ليله على الماء القراح، وتدور عليهم تلاقيه كان يصلي 100 ركعه بالليل ويختم القران في الليله ويختم قران نهاري. ايه ده بيعملوا العباده دي ازاي وهم ما بياكلوش؟ لان كان غذائهم روحاني. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل ونهى عن الوصال، فقال اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقين صلى الله عليه وسلم. والوراث المحمديين بقى تلاقي برضو طعامهم قليل وانتاجهم كتير في حياتهم. وقال يحيى بن معاذ لو أن الجوع يباع في السوق لما كان ينبغي لطلاب الآخرة إذا دخلوا السوق أن يشتروا غيره. يعني ده بضاعة مضمونة، بضاعة مضمونة لازم تشتريها. ليه؟ لأن هتخلي جسدك نشيط للطاعة، ينشطك للطاعة. هي دي المنشطات صحيح. يقول لك إيه، روح للدكتور يقول له اديني منشطات، قول له بطل أكل، في حاجة اسمها أطباق يا ابني، كل في الطبق، لا مش تاكل بالحله. هي دي المنشطات. انما ياكل حله وبعدين يقول لك انا بنام اديني منشطات يا دكتور، اديله منين؟ يقلل اكله ينشط شويه. اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد الله قال حدثنا علي بن الحسين الارجاني قال حدثنا ابو محمد بن عبد الله بن احمد الاستخري بمكه حرسها الله تعالى قال قال سهل بن عبد الله لما خلق الله تعالى الدنيا جعل في الشبع المعصية والجهل، وجعل في الجوع العلم والحكمة. وقال يحيى بن معاذ الجوع للمريدين رياضة وللتائبين تجربة وللزهاد سياسة وللعارفين مكرمة. كأن الإنسان في كل مراحل ترقيه إلى الله محتاج للجوع، فهو الجوع للمريدين رياضة للنفس وترويض لها، وللتائبين تجربة ان هو بيجرب نفسه على انه هو يقل اعتياده للعاده، لان تملي بدايه الولايه الا يكون لك عاده، لان العاده تاسرك وانت عايز تبقى ولي لله مش ولي للعاده، مش اسير العاده. ولي الله ده تلاقيه اسير لربه مش لعاده معينه، وتلاقيه قليل المؤنه، الولي قليل المؤنه ملوش طلبات كتير، اي حاجه تكفيه اي حاجه تمشيه. تيجي تقول له تعالى سافر يقول لك يلا، ما عندوش ارتباطات، هادي كده سريع. انما تيجي تقول للواحد تاني سافر اديني مهله شهر
اوضب اموري واعمل الشنطه، بيبقوا رايحين منى هيقعدوا فيها 3 ايام شايلين شويله اكل. والله الواحد يروح كده شويه اول، والناس شايله على اكتافتها، وهيقعد في منى 3 ايام، واول ما يوصلوا منى ينهجوا من التخن والشيل اللي شايلينه، اول ما يحطوا يلا ناكل بقى. طب روح حج واتفرج. حاجات عادات عجيبه. الاخرين اول ما يتخانقوا مع بعض ويحصل بتاع يعضوا في بعض. ليه؟ لانهم شبعانين. الشبعان تلاقيه عنده يعني نفسه قويه، ما يستحملش حد يدوس على رجله، ما يستحملش، تلاقيه يوم يعضوا في بعض على طول. انما لما تبقى انت جرب كده وانت صايم كده وقرب المغرب، واحد كده نكشك تلاقي نفسك هادي، يا عم ابعد عني بس الله يكرمك، ما انت ما عندكش حتى حيل ترد عليه، مش قادر حتى ترد عليه، تلاقي نفسك هاديه. هو قاعد يجهل، طب الله يسامحك يا عم، روح يا عم الله يكرمك. ليه؟ انما جرب كده يجي يكلمك وانت واكل وشارب كوبايه الشاي وتمام كده ويغلس عليك. هنقراك في صفحه الحوادث ثاني يوم. فهي دي المساله. فالواحد باستمرار يعني يقلل طعامه، لان ده يعني عباده عاليه والناس بطلتها خالص من زمان. حتى اهل السلوك بقوا مكيله. والله ما يجتمعوش الا ويعملوا فتة، ما يعملوش حاجه. بعد الذكر لازم نفحه، ما بتبقاش نفحه بتبقى نفخه. اه والله يا اخي. هي نفحه دي يعني حاجه كده واحد ياكلها كده ويجري؟ لا ده نفخه. يقولوا يتنفخوا بعد الذكر، لا مش هو دي حال اهل السلوك. اهل السلوك تلاقي قليل من الطعام يكفيهم ويبقوا كده خفاف، خفاف المؤنة. ودي سنه ماتت على فكره، من سنن النبي اللي ماتت في هذا الزمان. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: دخل بعضهم على بعض الشيوخ فرآه يبكي فقال له: ما لك تبكي؟ فقال: إني جائع. شيخ كبير. قال: ومثلك يبكي من الجوع زي الأطفال كده؟ قال: اسكت، أما علمت أن مراده من جوعي أن أبكي؟ فهو بيبكي تذللا، عبادة، مش شكوى، مش بكاء شكوى، ده هو بيتلذذ انه هو بيتذلل لربه. سمعت ابا عبد الله الشيرازي رحمه الله يقول: حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا الحسين بن منصور قال حدثنا داود بن معاذ قال سمعت مخلدا يقول: كان الحجاج ابن فرافصة معنا بالشام فمكث 50 ليلة لا يشرب الماء ولا يشبع من شيء يأكله. قعد معاهم 50 ليلة ضايفينه، لقوا انه هو ما يشربش مية خالص ولا يشبع من شيء يأكله. هو تعمل زيه لحسن تموت مننا بالراحة. وسمعت يقول: سمعت أبا بكر الغزالي يقول: سمعت محمد بن علي يقول: سمعت أبا عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء يقول: دخل أبو تراب النخشبي من بادية البصرة مكة، يعني جاي من البصرة، البصرة دي في العراق، إلى مكة. وكان زمان بتبقى قوافل بيمشوا شوية ويركبوا جمال شوية، كانت تاخد لها حوالي 20 يوم، 20 يوم سفر او قرب الشهر. فسألناه عن اكله، قالوا: انت ما خرجت من البصرة وجيت مكة اكلت فين وفين؟ لانه جاي من غير اي زاد. فقال: خرجت من البصرة واكلت بنباح، بنباج، بلد اسمها نباج بعد البصرة بشوية كده، ثم بذات عرق في نص المسافة، ومن ذات عرق اليكم. يعني كل وجبتين بس، كل وجبتين من البصرة لمكة في سفر ياخد له 20 يوم، شغال ماشي عادي. ده يحتمل طي الارض او قلة الطعام، يحتمل احتمالين، ان ربنا طوى له الارض وكان في ناس ربنا بيطولهم لمسافات، او طوى له نفسه وشهوته، واخد بالك، فكان طعامه قليل يكفي. وسمعته يقول: حدثنا علي بن النحاس المصري قال حدثنا هارون بن محمد الدقاق قال حدثنا أبو عبد الرحمن بن الدرقش قال حدثنا أحمد بن أبي الحوارة قال سمعت عبد العزيز بن عمير يقول: تجوع صنف من الطير 40 صباحا. يعني في نوع من الطيور كان هو بيراقبهم في البلد بتاعته، فبيقول إن الطير ده يقعد 40 صباح ما يأكلش، طبيعته كده. ده في عالم بقى الطيور والحيوانات والحاجات دي، من غرائب عالم الطيور. ثم طاروا في الهواء، وبعد 40 صباح كل يوم يراقبهم لو ما بيروحوش يطيروا قاعدين، وبعد 40 صباح طاروا في الهواء ورجعوا بعد ايام
فكان يفوح منهم رائحة المسك. فبيقول لك ده ببركة الجوع يعني. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثل الطير وقال لنا نتوكل زي الطير، مش كده؟ برضه لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني هو بيسعى، يعني كأن النبي بيقول لك التوكل انك تسعى لكن بلا تشوف، اللي يجيبه لك خير وبركة، وهو هيرجعك شبعان ان شاء الله. وكان سهل بن عبد الله اذا جاع قوي واذا اكل شيئا ضعف. سيدنا سهل بن عبد الله وصل لمرحلة من الرياضة اللي بيه كان بياكل مرة كل 40 يوم، مرة كل 70، كانوا يسموه عبد رباني. فلما كانوا يجوا يغصبوا عليه ويأكلوه يلاقوه نام وضاعت اوراده، يسيبوه ما ياكلش يلاقوه ايه ده اخر نشاط ويقوى. وقال ابو عثمان المغربي الرباني لا يأكل في 40 يوما والصمداني في 80 يوما. وسمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت محمد بن العلوي يقول سمعت علي بن ابراهيم القاضي بدمشق يقول سمعت محمد بن علي بن خلف يقول سمعت احمد بن ابي الحوارى يقول سمعت ابا سليمان الداراني يقول مفتاح الدنيا الشبع ومفتاح الاخرة الجوع. انا شفت واحد في مسجد النبي راجل صلى الله عليه وسلم في المدينة، راجل عجوز يمكن في قرب 90 من عمره، يبقى قاعد طول النهار في المسجد كده، الواحد يروح يتوضى عليه مرتين ثلاثة وتروح تلاقيه قاعد برضه ما بتنقضش وضوءه ده، قاعد كده من الصبح. ويجي له على المغرب كل الناس بقى راحت تشرب زمزم مش عارف ايه وشغلانة، وده قاعد الراجل شغال كده في ملكوت تاني. يجي على المغرب تبص تلاقيه طلع كده في وسط العمة بتاعته حاجة مربوطة كده، حاطط لوز، عارف اللوز؟ ياكل له 5 6 لوزات ويشرب له بق مية بس، هتلاقيه كان صايم. ويفضل كده بقى خلاص. طلع ان هو دي كل وجبته اللي بيعملها. طول اليوم كده، عايش كده. معود نفسه على كده. الآخر إيه؟ تلاقيه ما شاء الله يعني عنده 90 سنة، يقعد يربع كده ولا يتفز كده ولا بتاع ولا رجله تنمل ولا ويقوم يصلي جميل كده، صلاة كاملة. حركة كده بركوع وسجود كامل، كأنه شباب. وهي 5 6 7 لوزات وبق زمزم وخلاص على كده. ففي ناس كده، في أولياء كتير من أمة النبي أكابر، بالذات المدينة دي مأوى الأولياء. إلا المدينة دي. يا خبر، أوعى. أوعى هناك تعمل حاجة في حد، أوعى. ده اللي هناك دول يعني خلاصة. اللي اختارهم النبي لجواره دول مش يقول لك المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير الخبث. فربنا يجمعنا هناك ويسر لنا الإقامة بجوار نبينا ويجعل مأوانا ووفاتنا بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم نفرح به ويفرح بنا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. الضالين. وسمعت الرباني اللي هو يعني غلبت عليه الطاعة والعبودية لله المحضة، والصمداني اللي هو بقى ايه يعني ربنا سبحانه وتعالى تجلى عليه بالصمدية فصار قائما بنفسه، فهمت؟ مش محتاج حاجة من خارج، فجعل ربنا اقامه به بغير واسطة. مش الصمد الذي يصمد اليه فلا يحتاج لغيره، وكل غير يحتاج اليه، مش كده برضو؟ ادي الصمدان دي بالتجربة مش بالخبر الوارد، بالتجربة. هم الناس مع التجربة وجدوا ان في ناس تصبر لحد 40 وناس تصبر ل80، يعني ياخد جرعة ماء وما ياكلش، الاكلات بسيطة، كسرة خبز حاجة كده، كأنه ما بياكلش، كأنه ما اكلش، زي الراجل بتاع اللوز ده اللي بقولك عليه. انت يا دوب مثلا تاكل ال5 6 لوزات دي تفتح شهيتك لسه الاول علشان لحد ما يجيبوا لك الكبسه، لكن هو خلاص هي دي وجبته. سمعت محمد بن عبد الله بن عبيد الله يقول سمعت علي بن الحسين الارجاني يقول سمعت ابا محمد الاستخري يقول سمعت سهل بن عبد الله وقيل له، واحد بيكلم سيدنا سهل بن عبد الله التستوري بيقول له ايه؟
الرجل يأكل في اليوم أكلة، إيه رأيك فيه؟ فقال أكل الصديقين، دي حاجة جميلة. قال فأكلتين؟ قال أكل المؤمنين. قال له طب ثلاثة؟ قال قل لأهلك يبنون لك معلفا. يعني ده أكل البهايم. يعني ثلاثة ده أكل البهايم، قاعدة طول النهار ما وراهاش إلا تاكل بهيم. ده كلام سيدنا سهل، ربنا ينجينا. ما يعرفش إن أهل مصر أكابر على فكرة. هم كونهم أكابر علشان بيحبوا آل البيت. والله أهل مصر فيهم سر كده، فيهم سر محبة آل البيت، فربنا بيجبر بيه نقصهم. هم فيهم نقص حاجات كتيرة قوي، لكن ربنا جابر نقصهم بمحبتهم لآل البيت اللي هي بسبب محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أساس. فيمكن ده يجبرهم كتير، فما يجراش حاجة، سيبوا أهل مصر يأكلوا ثلاث وجبات طالما بيحبوا آل البيت. لكن اللي عايز بقى التخصيص يقلل شوية، حبة حبة حبة، خليها اتنين. وسمعته يقول حدثنا عبد العزيز بن الفضل قال حدثنا أبو بكر السائح قال سمعت يحيى بن معاذ يقول الجوع نور والشبع نار والشهوة حطب. حطب ونار، يولع يعني، ما يبقى فيه نفس قوية ليها شهوة ما زالت لسه لم تتريض ومشبعها، بقيت جبت نار جنب حطب ولع خلاص. والشبع نار والشهوة مثل الحطب، يتولد منه الاحتراق ولا تطفأ ناره حتى يحرق صاحبه. سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج الطوسي يقول دخل يوما رجل من الصوفية على شيخ فقدم إليه طعاما ثم قال له منذ كم يوم لم تأكل؟ قال منذ 5 أيام. فقالك جوعك جوع بخل، عليك ثياب وأنت تجوع، ليس هذا جوع فقر. ها؟ لا يعني يقصر انت لابس ثياب فاخرة وقاعد كمان بتجوع نفسك، طب ما كمان قلل من زينة الدنيا بقى، مش المسألة بقى جوع بقى، يعني قلل كمان من زينة الدنيا في الظاهر. طالما انت عايز تقلل من زينة الدنيا في الباطن وهو ما يدخل جوفك، فقلل من زينة دنياك في الظاهر ايضا. فهمت المسألة؟ هو عايز يرد الحاجة اعلى عشان ما يبقاش ثوب شهرة. سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت محمد بن أحمد بن سعيد الرازي يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحوارة يقول قال أبو سليمان الداراني لأن أترك من عشائي لقمة أحب إلي من أن أقوم الليل إلى آخره، لأن فيها مخالفة للنفس. إن تبقى لسه مشتاق للأكل كده وتروح قايم وأنت مشتاق للأكل، دي إطفاء لشهوة النفس، فدي مخالفة للنفس. لكن قد يكون قيام الليل شهوة للنفس عند العباد، يعني العابد من كتر حلاوة قيام الليل بيبقى يعني قايم كده كأنه قايم يلاقي حبيبه مشتاق، فبيبقى أحيانا تصبح ليها حظ نفس. لكن أنه يترك جزء من طعامه وهو مشتاق إليه، دي أقوى عنده، ده رأيه كده يعني. وسمعته يقول سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد الرازي يقول اشتهى أبو الخير العسقلاني السمك سنين، نفسه يأكل سمك، ثم ظهر له ذلك في موضع حلال، وبعدين وجد فيه سمك في مكان حلال حلو كده يعني عزموه عليه، جات عزومة كده حلال، هو نفسه بقى له سنين نفسه يأكل سمك، فلما مد يده إليه ليأكل أخذت شوكة من عظام إصبعه، جت شوكة راح داخلة في إصبعه عملت سوسة، حصل غرغرينة اتقطعت إيده ففقد إيده فيه. في ناس كده ساعات يجيله جرح في إيده يعمل غرغرينة وتسمم وينتهي بقطع الإيد، فنسأل الله السلام. أخذت شوكة من عظامه إصبعه فذهبت في ذلك يده، فقال يا ربي هذا لمن يد يده بشهوة إلى حلال، فكيف بمن مد يده بشهوة إلى حرام؟ بحاله إيه؟ ده طبعا معاملة أهل الخصوص، خد بالك ربنا ما بيعاملش أهل عوام أهل اليمين بالطريقة دي، وإلا كان زماننا ضعنا من زمان. لا، ربنا سبحانه وتعالى بيعامل أولياءه بطريقة خاصة، بيربيهم بطريقة خاصة تانية لأنهم أهل الهمم العالية، فيديهم علامات لأنه مباح إن يأكل السمك، ما عملش حرام. فهمت إزاي؟ لكن لانه هو من اهل الخصوص والمقام العالي
فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يرد إلى الاجتهاد، إلى دوام الاجتهاد ودوام العبادة ودوام مخالفة النفس، عشان يرتقي إلى ما ادخره له الله من مقام عالي. فهمت؟ بس مش معنى أن هو أنك أنت هتعمل كده إيدك هتضيع، لا، كل سمك ما يجراش، تقلقش. سمعت الأستاذ أبا بكر بن فورك يقول: شغل العيال نتيجة متابعة الشهوة بالحلال. انت لما بتتجوز الزواج ده مش حلال؟ حاجة مطلوبة حلو، ويعينك على العفة، حاجة جميل، لكن بناء على هذه الشهوة اللي انت فرغتها في حلال، جالك 5 عيال شغلوك طول عمرك، تولوك، فليت نفس بقى بتلف حوالين نفسك، ده مريض وده كويس وده فرحان وده مسافر ومجاش وده قلقان عليه وده لسه صغير وده بقى كبير وده بيسمع الكلام وده ما بيسمعش الكلام وده بينجح وده بيسقط وده عايز يتجوز وده اتجوز ومتخانق مع امراته ودي متخانقه مع جوزها. مواويل، كل يوم انت في موال، كل ده من انك انت فرغت شهوه حلال فجالك شغل العيال. ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. عدو يعني حجاب يحجبوك عن دوام الاستمرار في الطاعة، وإن كان انشغالك بهم عبادة من جهة أخرى وقيامك عليهم عبادة من جهة أخرى، يعني هي عبادة ذو حدين برضو، بتشغل وفي نفس الوقت هي عبادة، لأن حتى الطعام اللي بتنفقه على أهلك لك فيه صدقة. شغل العيال نتيجة متابعة الشهوة بالحلال، فما ظنك بقضية شهوة الحرام؟ فما بالك بقى اللي هيصرف شهوته في زنا، يبقى ايه مصيبته؟ ده مصيبة سودة. كل ده بيحاول يبين لك خطورة المعصية. اذا كان المشي مع الشهوة ولو في المباح بيضيع العمر، فما بالك بقى في الحرام. سمعت رستم الشيرازي الصوفي يقول: كان ابو عبد الله بن خفيف في دعوة، كان مدعو يعني الوليمة، ومعاه كده مجموعة من الفقراء الصوفية معاه، فمد واحد من اصحابه يده الى الطعام قبل الشيخ. من الادب لما يبقى الشيخ موجود وفي طعام تستنى لما الشيخ هو اللي يفتتح الاكل، من الادب يعني. صاحب الطعام بيأذن غالبا للشيخ اللي هو اعلى واحد موجود في المجموعه، لكن لو الناس كلها بدرجه واحده فبتخلي يبدا الطعام صاحب الايه؟ الوليمه، الا ان يأذن للناس يقولهم كله. فمد واحد من أصحابه يده إلى الطعام قبل الشيخ لما كان به من الفاقة. الزهر كان ميت من الجوع بقاله يوم ما كلش، ما استحملش بقى الأكل قدامه، والشيخ لسه بقى مشغول بيسلم على ده وبيكلم ده وبيعمل فين بقى، وهو بقى ميت من الجوع، راح مادد وراح إيه، خد حاجة كده بسرعة. فأصحابه بصوا له كده بنظرة فيها عتاب، يعني ليه تعمل كده؟ فأراد بعض أصحاب الشيخ أن ينكروا عليه لسوء أدبه حيث مد يده إلى الطعام قبل الشيخ، فوضع شيئا بين يدي هذا الفقير. هو عايز يلومه، يقوم إيه بيلومه بس بالراحة كده، صاحبه اللي جنبه عايز، فراح جاب له حتة طعام كده قال له خد يعني تلهي، قال يعني إيه، بيقول له تلهي يعني. هو فهم على طول لما جاب له الأكل حطه له قدامه في حجره، واخد بالك، كأنه يعني بيعنفه يعني. فعلم الفقير أنه أنكر عليه لسوء أدبه، فاعتقد يعني عزم ألا يأكل 15 يوما تأديبا لنفسه، عقوبة لنفسه وتأديبا لها، وإظهارا لتوبته من سوء أدبه، وكان قد أصابته فاقة قبل ذلك. فشوف هم كانوا بيربوا نفسهم إزاي، تابعوا نفسهم في كل حاجة صغيرة وكبيرة، ويربي نفسه أول بأول. رخر نفسهم كانت تخاف منهم. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول: حدثنا أبو الفرج الورثاني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت مالك بن دينار يقول: من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله. يعني خاف الشيطان من ظله مش منه، ده من ظله، اللي يغلب شهوات الدنيا. وعشان كده سيدنا عمر لما غلب هذه شهوات الدنيا كان إذا مشى في طريق مشى الشيطان في طريق آخر. سمعته يقول: سمعت منصور بن عبد الله الأصبهاني يقول: سمعت أبا علي الرذباري يقول: إذا قال الصوفي بعد 5 أيام أنا جائع
فالزموه السوق وامروه بالكسب، ده ما ينفعش ده. يعني لسه ما اتمرنش التمرين الكافي اللي بيتحمل سلوك الطريق، طريق صعب، طريق التجريد صعب، طريق التجريد صعب، انما طريق الاسباب اسهل. فهمت؟ ارادتك الاسباب مع إقامة الله لك في التجريد، نزول عن الهمة العالية، لا من الشهوة الخفية، أولا نزول من الهمة العالية. وإرادتك التجريد مع إقامة الله لك في الأسباب من الشهوة الخفية. يعني عايز تبقى من أهل التخصيص وانت لسه ما تخصصتش، عايز تبقى من أهل الخصوص وانت لسه من أهل العموم، ما ينفعش. أهل الخصوص دول بيتعاملوا مع الله على طول، ما يكنس حاجة ولا يعمل حاجة، خلاص ربنا بيتولى أمره، لا عنده تلاجة ولا أوضة خزين ولا في جيبه فلوس ولا يسأل الناس ولا عنده بيت يأويه. عايز انت تبقى من اهل التجريد، انت قدها، اول حاجة ربنا هياخد منك اموالك وياخد منك اهلك واصدقائك وياخد منك بيتك وتعيش في الشارع. ترضى تستحمل؟ ما تستحملش يبقى اسكت، خليك في الاسباب. فهمت بقى المعنى؟ عشان كده قالك من الشهوة الخفية. فاهم انك انت جدع وانت مش جدع، فاهم انت جدع وانت خرع. فهمت المسألة؟ فعشان كده طالما ربنا اقامك في الاسباب يبقى خلاص خد بالاسباب وتقدم، لان انت من اهل الاسباب. فاللي عايز تجريد ده ويقولك انا همشي معاكم اهل التجريد، يقوم يخرج معاهم وما ياخدش معاه سندوتشات، مامته ما ادت له السندوتشات ولا مراته ادت له ايه اللفة اللي فيها الاكل بتاعه، ما هو لازم يمشي بالعلف بتاعه. دول يمشوا من غير علف ليه؟ لان نفوسهم خلاص ملكوها، مش حيوان. انت لسه نفسك حيوان عايز العلف. فهمت المعنى؟ فهو راح خارج مع الناس دول، قعد معاهم مستني ياكلوا النهارده ما كلوش، الله. تاني يوم بطنه بقى بتزقزق، مستني ياكلوا تاني ما كلوش، الله، ايه الحكايه؟ ولا بيروحوا السوق ولا بيبعتوا حد، ايه ده؟ ايه العالم دي؟ بعد 5 ايام قال لهم انا جعان. يا ابني ايه اللي جابك هنا؟ اجري روح السوق اشتغل. يا ابني روح، لسه بدري عليك يا ابني، ما تقعدش هنا مع الرجال. انت لسه في الحضانه عايز شيبسي وعايز مصاصه وعايز جيلاتي وعايز تتمرجح، لسه. روح العب هناك، روح العب هناك في مولد، هناك في مراجيح. فهمت ازاي؟ شفت بقى المساله بقى. والحقيقة انك انت هو اقامك حيث ايه؟ ارادك. فخلاص اسكت بقى واقنع بقى. ربنا قعدك في حتة مليانة اكل خلاص، بس ما تشبعش. لكن ما تتمناش بقى ان يحطك في حتة ما فيهاش اكل، مش هتستحمل، مش هتستحمل، هتوقوى. فخد بالك. سمعت الاستاذ ابا علين الدقاق يقول حكيا عن بعض المشايخ انه قال ان اهل النار غلبت شهوتهم حميتهم، فلذلك افتضحوا. يعني كانوا ماشيين مع شهواتهم كده على طول، مش بيحتاطوا، ففضحهم ربنا. وسمعته يقول قيل لبعض ألا تشتهي؟ فقال أشتهي ولكن أحتمي. قال له لا، أنا برضو ليا رغبة كل حاجة، بس أنا بحتاط، ما بمشيش ورا شهواتي. قال وقيل لبعضهم ألا تشتهي؟ فقال أشتهي ألا أشتهي. وهذا أتم. الأتم الأعلى بقى انه تتكسر شهوته اصلا، يبقى ليس له رغبه الا مراد الله بس. دي حاله اعلى. سيدنا ابو الحسن الشاذلي كده يقول لك اذا اخترت فاختر الا تختار، وفر من المختار الى ما يخلق ما يشاء ويختار. ده كلام سيدنا ابو الحسن الشاذلي، نفعنا الله باسراره. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول اخبرنا احمد بن منصور قال اخبرنا ابن مخلد قال حدثنا ابو الحسين الحسن بن عمرو بن الجهم قال سمعت ابا نصر التمار يقول اتاني بشر ليله فقلت الحمد لله الذي جاء بك، جاءنا قطن من خراسان فغزلته البنت وباعته واشترت لنا لحما، يعني حاجه من حلال اهو، الحمد لله انك جيت لنا النهارده طبخين لحم، جالنا قطن وغزلناه وبعناه، يعني جايح من حلال 100%، وانت ما تحبش تاكل الا الحلال يا باشا، فالنهارده هتفطر عندنا النهارده. فقال لو اكلت عند احد اكلت عندكم. ثم قال اني لا اشتهي الباذنجان منذ سنين ولم يتفق لي اكله. ده انا بقالي سنين نفسي اكل باذنجان وما اتفقش لي اكله. فقلت
ان فيها الباذنجان اطمئن، ده احنا عاملين لحمه بالبتنجان، ده هي دي، فرحوا يعني من الحلال كمان ومن فلوس حلال. فقال حتى يصفي لي حب الباذنجان. قال له لا برضو دي بتنجان بلحمه، انا كنت عايز بتنجان خالص من غير، لا لا وما رضاش ياكل. يعني مفيش فايده. سمعت عبد الله بن باكويه الصوفي رحمه الله يقول سمعت ابا احمد الصغير يقول امرني ابو عبد الله بن خفيف ان اقدم اليه كل ليله 10 حبات زبيب لافطاره. ده بقى عايز على 10 حبات زبيب بس، يجي بقى له في الفطار كده يفطر عليهم ويصوم تاني يوم ويشرب شويه ميه خلاص. فليلة أشفقت عليه، جاف ليلة من الليالي أشفق عليه، جاب له 15 حبايه بدل 10، فحملت إليه 15 حبة، فنظر إلي وقال من أمرك بهذا؟ وأكل 10 حبات وترك البيت. سمعت محمد بن عبد الله بن عبيد الله يقول سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن عبد الله بن الفرغاني يقول سمعت أبا الحسين الرازي يقول سمعت يوسف بن الحسين يقول سمعت أبا تراب النخشبي يقول ما تمنعت نفسي من الشهوات، ما تمتعت نفسي من الشهوات إلا مرة واحدة. هي تمتعت حقها، أنا مكتوب عندي تمنعت بس في حقها تمتعت. تمنت خبزا وبيضا، عايز يأكل سندوتش بيض سهلة، كان يجي لنا نقلي له 10 بيضات، إيه المشكلة؟ يا ريت. ها؟ ما تمنت تنفع، تمنت وتنفع تمتعت، اصلا عندي عين تبقى تمتعت بقى عشان ما نشطبش كتير، نحط نقطة بدل ما نشطب حرف. ها نقص حرف قوي برضه وماله ما يجريش حاجة. يعني هو كان عايز يتمتع بأمنيته، يمشي المشي. ما تمتعت نفسي من الشهوات إلا مرة واحدة تمنت خبزا وبيضا، اصل ربنا نوله، نولها له انت ازاي؟ بس الامنيه ما يطولهاش، انما لما لكن التمتع طاله، فاهم؟ وهو بيتكلم هيقول لك طالها في الاخر، مش حب وما طالش، لا ده حب وطال، فهمت؟ ما تمتعت نفسي من الشهوات الا مره واحده تمنت خبزا وبيضا وانا في سفر. فعدلت الى قريه، كان في سفر كده، فراح عدل الى مدينه فيها بيوت وبتاع، قال يمكن ربنا يرزقنا بيض وخبز. فأول ما دخل القرية فقام واحد وتعلق به مسكه وقال هذا كان مع اللصوص، ده كان جاي مع الحرامية، قبضوا عليه. فضربوني 70 درة، جلدوه 70 جلدة، وهم بيضربوه عرفني رجل منهم، عارف ان ده رجل ولي صالح، واحد من اهل البلد عارفه، قال لهم ايه ده؟ انتوا مجانين بتضربوا الشيخ؟ ده رجل شيخ كبير ولي محترم، بس بعد ما كان كالعلقة تمام. ثم عرفني رجل منهم فقال هذا ابو تراب النخشبي، فاعتذروا لي، قالوا له حقك علينا ما نعرفش والله، كنا فاكرينك مع اللصوص. فحملني رجل الى منزلي، راجل بقى منهم صعب عليه المنظر، قالوا لا تعالى بقى معلش انا هضيفك النار، حقك علينا، اكراما لي وشفقة علي، وقدم لي خبزا وبيضا، هو اللي كان نفسه فيه. فقلت لنفسي كلي بعد 70 درة. يعني ربنا ينجينا، دفع ثمنها يعني. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ويوم السبت القادم اجازه، ونلتقي السبت اللي بعده ان شاء الله رب العالمين. اللهم يسر امورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا لما تحب وترضاه، يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.